طيب قبل ما نعلق على الاخبار دي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل القناه الاهلي عشان يقول لنا نتائج الاجتماعات اللي بتجرى اليوم بالتحديد في مقر القلعه الحمراء بالجزيره. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك يا امير وعلى كل مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، قول لنا التطورات عندك ايه ونتائج الاجتماعات. خليني اقول لك يا امير، النهارده كان اجتماع في النادي الاهلي بحضور محمد بيه مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، يعني البحث القرار اللي تم اتخاذه من الدوله المصريه بايقاف النشاط الرياضي لمده 15 يوم. الكابتن رؤوف عبد القادر بصفته مدير النشاط الرياضي عمل اجتماع بحضور جميع رؤساء ومديري الفنيين لكل الالعاب النشاط الرياضي وبحضور افراد من اللجنه الطبيه الخاصه بالنادي الاهلي، يعني كان موجود مقرر اللجنه الطبيه الدكتور طارق النيداني لبحث الامر واتخاذ بعض التوصيات والقرارات اللي من شأنها يعني تتم اتخاذ بعض الامور اللي هي الوقائيه والاحترازيه سواء تعقيم الملاعب تعقيم الاسطح، يعني من ناحيه طبيه كان مسؤول اللجنه الطبيه في النادي الاهلي يعني بلغوا المديرين الفنيين وبلغوا الرؤساء الالعاب ببعض القرارات والاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي هيتم اتخاذها لضمان سلامه افراد المنظومه الرياضيه، وتم رفع هذه التوصيات والقرارات اتخاذ مجموعه من القرارات والتوصيات طبعا تم رفعها لمجلس اداره النادي الاهلي لمناقشتها والتوقيع عليها، يتم يعني الاعلان عنها بعد مناقشتها مع مجلس الاداره. من الامور ايضا يا امير المهمه ان يعني دي النقاط اللي احنا اللي اتكلمنا فيها وكنا عايزين برضو ان هي رساله النادي الاهلي ليست مقتصره على البطوله او الرياضه طبعا، يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه امير النادي الاهلي دايما بيبقى هو اكثر المتضررين من عمليات التوقف. يعني الكابتن رؤوف احنا بنتكلم بيقول احنا الاول في كل الالعاب الاول في كل البطولات، في بطولات خلاص احنا في المرحله الاخيره من انهائها، لكن يعني النادي الاهلي مش ناقص بطولات والنادي الاهلي مش ناقص كاسات، لكن اللي يهمنا دايما هو سلامه اي فرد في المنظومه الرياضيه، يهمنا طبعا التوافق والتساوي اللي احنا بنمشي فيه مع الدوله المصريه، وان احنا دايما النادي الاهلي ليه ادوار ثانيه بعيدا عن الرياضه، لا الدور المجتمعي والدور الوطني. فاحنا كسابقا من النادي الاهلي احنا بنلبي نداء الدوله المصريه وبنتوافق مع هذا الامر اكيد، ايضا ان احنا بنبقى على قمه البطوله وقمه البطولات، لكن دايما دورنا ان احنا نحافظ ولو على صحه وسلامه فرد واحد من افراد المنظومه الرياضيه. في الوقت اللي احنا بنتكلم امير زي ما قلنا النادي الاهلي خلاص تعرف في الطايره في كل العاب في الباسكت في العاب القوه في العاب الماء في الامور دي كلها النادي الاهلي هو صاحب المركز الاول، ولكن الاهلي بيأدي رساله مش بطولات وكاسات فقط يا امير، رساله للدور المجتمعي للنادي الاهلي. طبعا صحه العاملين بالنادي، صحه الاعضاء، صحه اللاعبين المدربين، ده اهم بكتير جدا من اي بطوله او اي رياضه يعني. بالظبط يا امير، وفي يعني الى جانب ذلك دي الامور اللي كانت خاصه بالنشاط الرياضي، لكن الامور الخاصه ايضا في اجراءات وقائيه تم اتخاذها هنا في فرع النادي الاهلي او فروع النادي الاهلي الثلاثه سواء الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد. عمليه التعقيم اللي بنشوفها احنا شايفينها بصوره مستمره في اماكن الجلوس الاعضاء في الاسطح، تنظيف كامل يعني في مجموعه كده وسلسله من الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي تم اتخاذها لقياده محمد بيه مرجان مدير التنفيذي النادي الاهلي والاستاذ خالد مدير المقر ومدير الخدمات محمد الالفي، كلها امور الهدف منها الوقايه والهدف منها الحفاظ على سلامه الاعضاء. يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه يا امير في عمليات بتتم بصوره مستمره، عمليات التعقيم المستمره لكل الاماكن، يعني كل الاماكن اماكن جلوس الاعضاء الاسطح زي ما قلنا هي الهدف منها طبعا الوقايه والهدف منها الحفاظ على سلامه الاعضاء. وانت عارف برضه امير في كم كبير ده كمان بيبقى من الاطفال موجود في النادي الاهلي في منطقه الالعاب دي من المناطق كمان اللي ذات اهتمام شديد، الاماكن اللي فيها تجمعات الاطفال منطقه الالعاب الاطفال بيبقى فيها اهتمام شديد على طول في التعقيم في التنظيف في التنظيف في الاسطح. طبعا يهمنا طبعا سلامه كل الافراد افراد منظومه النادي الاهلي وكل الافراد، ويهمنا طبعا سلامه
شعب مصر باذن الله، وتبقى يعني فتره وهتعدي على خير، وربنا يحفظ مصر يا امير ويحفظ شعب مصر باذن الله. باذن الله. فاروق، هل عندك اي فكره بخصوص برنامج الفريق الاول لكره القدم بالنادي خلال الفتره الجايه؟ بيفكروا ازاي؟ هيعملوا ايه؟ ولا لسه ما تمش الاستقرار يعني؟ لا لسه لحد دلوقتي يا امير ما تمش الاستقرار او ما تمش التحديد ايه البرنامج. هيبقى فيه يعني في اجتماعات هتبقى مستمره يتم من خلالها تحديد البرنامج ده. يعني انا بكلمك في امور كمان خاصه بقطاعات الناشئين، خاصه بالنشاط الرياضي بالفريق الاول، كلها امور لسه يعني. كان النهارده الاجتماع الاول لاسره النشاط الرياضي لتحديد واتخاذ بعض القرارات اللي هتترفعت لمجلس الاداره يتم مناقشتها ويتم يعني التصديق عليها ويتم اصدارها واعلانها للجميع ان شاء الله. باذن الله. ماشي يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح رئيس قناه الاهلي كان